أقفوا 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 مسلسل الالتهاب الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم الأسرة للفئة الشعبية هو شعار المركزية النقابية للالتهاب المغربي للسكون لنيو ماروكان لترافاي اي ام سي ونحن نفاف التابعين لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب المناضلين تحت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للسور العتيد المنشأة يوم 20 شهر مارس 1955 نعلن تضامننا مع الطبقة العمالية المغربية وذوي الحقوق ونشارك بكثافة في هذه المسيرة العمالية السلمية لمطالبة تحسين وضمان حقوقهم المشروعة والتنديد لكل أشكال الاقتطاعات التي تمس معاشاتهم والتهديد الممنهج لهذه الفئة التي أفلت شبابها وضحت جارة عمرها من أجل تطوير وتنمية هذا البلد مع الإخلاص والوفاء للوطن من شماله إلى صحرائه رعيا للصالح العام الذي هو فوق الاعتبار والحمد لله الحمد لله فما ذاق عار حق وراءه مطالب تحيا نضالية للجميع تحيا نضالية للجميع عاش الطبقة العمالية عاش الاتحاد عاش عاشت الوحدة النقابية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته